نعمل الاكل بالزيت ولا بالسمنه ولا بالزبده ولا ما نستخدمهمش خالص؟ يعني هو صح ان احنا نعمل الاكل بالزيت ولا نعمل الاكل بالزبده ولا نعمل الاكل بالسمنه البلدي ولا نعمل الاكل بالسمنه النباتي اللي هي الصناعي، ولا ما نستخدمش الكلام ده خالص؟ نقول بقى احسن حاجه نعمل بيها ايه؟ احسن حاجه نعمل بيها الاكل كطبيخ، يعني انا هقوم اطبخ اكل احطه على النار، استخدم الزبده البلدي، والزبده البلدي ما سيبهاش تسيح على النار لغايه لما تتحرق، مجرد ما تفك ابدا احط الاكل وابدا اسوي الاكل على طول. طيب بعد الزبده البلدي يليها ايه؟ يليها السمنه البلدي، السمنه اللي احنا بنعملها في البيت اللي احنا بنسيحها، مش السمنه اللي احنا بنشتريها اللي هي السمنه المصنعه. طيب خلاص، انا يبقى نمره واحد الزبده، نمره اتنين السمنه، نمره تلاته الزيوت اللي ينفع تتحمل درجه حراره عاليه. زي ايه؟ زي طبعا احسنهم واغلاهم زيت الافوكاتو. زيت الافوكاتو ده حلو جدا جدا لانه هو زيت طبيعي بيتحمل درجة الحرارة العالية، وممكن أطبخ بيه وممكن أعمل بيه حتى ممكن أقلي بيه لو حاجة بسيطة، لكن هو طبعا سعره عالي قوي. طيب إيه الزيت التاني اللي أنا ممكن أطبخ بيه؟ أو على فكرة زيت الأفوكاتو ما بيسيبش أي تيست أو أي طعم في الأكل، عكس زيت الزيتون. زيت الزيتون نمرة اتنين، يعني هو برضو كويس جدا بس لازم يبقى مكرر ولازم يبقى معمول على البارد، يعني يكون زيت بيور. زيت الزيتون لما بطبخ بيه عادي ممكن يتحمل درجة حرارة عالية. طب ازاي وهو لو انا سبته على النار بيطلع دخان كتير وبيتحرق؟ هو بيتحرق بس هو مش بيتأكسد. انا مشكلتي مع الزيت ان الزيت يتحط على النار يتأكسد يعني يتحول لمادة سامة. زيت الزيتون ممكن احطه على النار، فعلا لو نسيته او لو النار عالية شوية عليه هيطلع دخان كتير، لكن هو مش بيتأكسد، هو بيتحرق. فاحنا الافضل انا حطيت الزيت على النار قبل ما يبدا يتحرق او قبل ما يبدا يتاكسد، اروح عامله الاكل على طول بيه، هيبقى الاكل طعمه كويس وفي نفس الوقت هكون خدت كل الدهون الصحيه وكل الفيتامينز اللي انا محتاجاها من الزيت او من الماده الدهنيه اللي انا بطبخ بيها. طيب باقي الزيوت، لا باقي الزيوت الافضل انها تتعمل على البارد. يعني ناس كتير سألت على زيت بذر الكتان علشان هو زيت صحي وحلو جدا في الامتصاص وفي المعدة، وزيت طبيعي ومفيد للجسم، بس زيت البذور الكتان يتعمل يا جماعة يا ريت على البارد. يعني ممكن اكون عاملة طبق الفول اروح حط عليه، اكون عاملة جبنة قريش مثلا بالطماطم او بالخضار اروح حط عليه، اي حاجة ممكن احط عليها زيت على البارد مفيش مشكلة، ممكن استخدمه. زيت دوار الشمس، زيت الذرة، زيت بذور الكتان، زيت السمسم، كل الحاجات دي حلوة جدا لو احنا استخدمناها على البارد، لكن ما نطبخش بيها. طبعا الحاجات المصنعة بقى اللي هي السمنة المصنعة او الحاجات عموما المصنعة دي ممنوعة تماما 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 ان انا اطبخ بيها او ادخلها بيتي حتى. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كل عيد وانتم مبسوطين وكل رمضان وانتم بصحة وسعادة.